عن الموسم الاستثنائي للدراما الوطنية والاجتماعية. السنوات الأخيرة شهدت عودة الروح للدراما الوطنية، وكيف يستفيد المشاهد المصري من هذا الزخم الدرامي الكبير طوال العام؟ حديث العرب من مصر، الناقدة الكبيرة ماجدة موريس. عودة أعمال اجتماعية مهمة توقظ الوعي والضمائر وتواجه الخلل وتداوي جراح المجتمع. أول مرة يحصل في تاريخ الدراما أن وزارة تتحمس لقضية بيثيرها مسلسل تلفزيوني. بشكل عام كيف وجدت الموسم الدرامي لهذه السنة؟ وجدته أفضل من توقعاتي. وعن أهم أسئلة المستقبل، اليوم نحن نسأل عن دور صناع الدراما وكل الجهات المعنية في دعم هذه الصناعة الثقيلة وفي استعادة أقوى وسائل قوة مصر الناعمة. أنت على طول بتضربي في عمق ما هو مطلوب منك كعمل فني. عن الدراما وصناعة الوعي وعن العودة القوية للدراما الوطنية والاجتماعية حديثنا اليوم من مصر. ثورة الدراما المصرية في رمضان 2022، حديث جديد في حديث العرب من مصر، غداً 7 مساء على قناة مصر الأولى.